اتفقت الرؤى بشأن أهمية العمل على تصويب الصورة السائدة عن الإسلام وإظهاره بطبيعته السمحة الحقيقية والتي تنبذ العنف والتطرف وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر. وفي هذا الإطار فهناك تأكيد كبير على محورية دور الأزهر الشريف باعتباره منارة للفكر الإسلامي الوسطي تساهم بفعالية في تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتكافح الأفكار المتطرفة والهدامة، فضلا عن أهمية توفير كل سبل الدعم والمساندة له ليتمكن من أداء رسالته على الوجه الأكمل. هناك مطالب من جهات عدة بتفعيل دور المؤسسات الدعوية والمنوط بها نشر الفكر الوسطي وتهيئة المناخ العام داخليا وخارجيا لهذه المؤسسات كي تؤدي دورها على الوجه الأكمل وعدم السماح لغير دعاة الأزهر الشريف والمصرح لهم بممارسة العمل الدعوي. إن الأزهر الشريف يظهر سماحة الإسلام وبراءته من كل أنواع العنف والتي تجتاح المجتمع والتي نجم عنها سفك الدماء والإفساد في الأرض، ويحذر من كل الفتاوى التكفيرية والتي تستريح الدماء والأعراض والتعدي على الممتلكات والتصدي لها بكل ألوان المقاومة المشروعة. ويمتاز الفكر الوسطي للأزهر الشريف بإيمانه بأن الفكر لا يرد عليه إلا بالفكر، ولذلك فإن المجتمع يشيد بدور واعظ الأزهر في نشر الفكر الوسطي المستنير والذي يسهم في نشر وسطية الأزهر الشريف بعيدا عن التعصب والتطرف والذي انتشر بصورة مفزعة في هذه الأيام، حيث يعمل رجال الأزهر جميعا على قلب رجل واحد لنشر الفكر الوسطي الصحيح، ويتحملون مسؤوليتهم تجاه كل الأحداث ومعالجتها بالفكر المستنير. إن الأزهر الشريف وعلماءه الأجلاء لا يخشون إلا الله تعالى، ومنهج الأزهر وسطي لا يعرف التشدد ويدين العنف والإرهاب، حيث أن الإسلام دين مودة ورحمة وسماحة ويسر، وإن منهج الأزهر هو منهج الوسطية والاعتدال ويعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة ويزرع المودة والرحمة بين المسلمين وغير المسلمين. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء. مرصد الأزهر بجد شيء مشرف، ليدخل على مرصد الأزهر ويبدأ يتابع هما بيكلموا الناس ازاي، هيلاقي انه احنا عندنا شباب مثقف مجيد جدا للغات الأجنبية وعنده قدرة على ان هو يرد ويتابع. الصراحة موقع مشرف جدا. نسيل أكثر عن مرصد الأزهر من خلال لقائنا مع ضيوفنا النهاردة. بيسعد ان احنا يكون معنا دكتور مبارك حسين باحث بمرصد الأزهر. أهلا بحضرتك وصباح الخير. معنا أيضا الأستاذة أمان أستاذ هنا عبد الحسيب بحيث بمرصد الأزهر. صباح الخير وأهلا بحضرتك. الحقيقة احنا فعلا كنا محتاجين الفترة اللي فاتت، لأن دايما كان في بعض المتعصبين أو المتطرفين بيحاولوا ان هم يسوقوا أو بيسوقوا سمعة الإسلام بشكل كبير، أو بيقولوا حاجات مش ده الإسلام بتاعنا اللي احنا تربينا عليه. كنا محتاجين حد فعلا من مكان زي الأزهر الشريف يقدر يرد عليهم وبلغته، مش بالعربية بس، لا بلغاته. عندنا لغات وعندنا انجلش فرنش سبانيش جيرمان، كل اللغات اللي ممكن نتخيلها بنرد على كل الناس في الفضائيات، بنرد على الانترنت، على الفيسبوك، على التواصل الاجتماعي، حاجات كتيره جدا. ضيوفنا الكرام النهارده نموذج مشرف وطني ومشرف كمان للدين الاسلامي عشان خاطر يردوا على الحاجات دي. خلونا بس نبتدي على طول ونسال استاذه منى، الفكره نفسها ابتدت تطبق من امتى وايه اللي اقدر استفيد منه انا كمواطن مصري وكمسلم من هذه الفكره؟ في البداية أحب أشكر حضرتك وأشكر حضراتكم وكل إعداد البرنامج على الدعوة الكريمة. مرصد الأزهر الفكرة بدأت تتطبق من 2015، أكيد قبلها كانت يعني الفكرة موجودة بس لسه بتتبلور. من 2015 بدأ انطلاقه فعلا في يونيو 2016،
اشتغلنا اول لغات بدات كانت الانجليزي والفرنساوي والالماني والاسباني والافريقي والاردو، بعد كده ضاف لهم الفارسي والصيني والتركي والايطالي، ولسه بنضيف لغات تانية اكتر. عظيم. بدانا الاول كمرصد لغات، مرصد الازهر باللغات الاجنبيه، بحيث ان احنا بنتابع كل الجامعات المتطرفه وكل يعني كل بتصدره سواء بالانجليش او بالفرنسي، كل المناطق اللي بنتابعها واللي بنغطيها باللغات دي. او معلش خلينا نوضح اكتر الفكره للساده المشاهدين، انتوا دوركم بتعملوا ايه كمرصد للازهر؟ تمام. يعني الفكره ايه؟ ايه الهدف من الانشاء؟ تمام. الهدف الاساسي ان هو يعني نشر الاسلام الوسط الصحيح والرد على الشبهات والافكار المغلوطه اللي هي ممكن تستقطب شباب للجامعات المتطرفه اللي بيتكلموا باسم الدين منتسبين للاسلام. هما بيقولوا ان الاسلام بيقول الجهاد بطريقه معينه والقتل والعنف، واحنا بنحاول ان احنا بنوضح الاسلام الحقيقي، الاسلام الصحيح اللي هو بعيد كل البعد عن التطرف. في اليات بقى لهذا العمل بنقوم بالرصد دلوقتي بالرصد بالعربي وبجميع اللغات المتاحه لينا، اكتر من 10 لغات، رصد كل ما يكتب عن الاسلام من جماعات متطرفه ومن كتاب ومن مقالات، وبنبتدي في يعني سيستم ان احنا بناخد الحاجات دي بنحللها، نرصدها الاول وبنحللها، وبعد كده بنحلها للجنه شرعيه هي بترد على الردود دي ردود شرعيه، وفي لجنه كمان بترد ردود فكريه عن طريق التقارير والمقالات، وكل ده بيتنشر على البوابه الالكترونيه للازهر وعلى المواقع السوشيال ميديا متاحه للجميع ان هو يستفيد بيها، وكمان بنترجمها للغات الاجنبيه وبتتنشر برده على المواقع بتاعتنا، او لو متاح ان احنا بنرد على جريده معينه مثلا باللغه بتاعتها وهكذا. بنعمل كمان حملات توعوية للشباب، بننزل على أرض الواقع، يعني في نشاط ميداني ان احنا بننزل مثلا الجامعات، بدأنا بجامعات الأزهر، وفي ان شاء الله خطة ان احنا ننزل كمان الجامعات المصرية تانية لتوعية الشباب. بنعمل ندوات وبنعمل حملات إلكترونية بالعربي ومترجمة. تمام. دكتور مبارك، يعني خليني اسألك سؤال، ازاي اقدر ان انا انقل الصورة الصحيحة، مش عايز اقول اصلح الصورة، عايز اقول الصورة الصحيحة للإسلام للمواطنين الاجانب، او اللي ممكن حد يلعب لهم في دماغهم او يديهم تفسير خاطئ لايه معينه او حديث معين؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، واحب ان انا يعني ارحب بحضراتكم وان انا موجود في ضيافتكم النهارده، وطبعا بحب اهني الساده المشاهدين ومتابعين لينا على القناه الفضائيه القناه الثانيه المصريه بمناسبه العام الهجري الجديد، وكل سنه وهم والمسلمين والمسلمين في العالم كله بخير وفي صحه وسلامه وفي امن وامان وعافيه واطمئنان ان شاء الله. طبعا عشان نتكلم عن احنا المسلم هو صوره نموذج بيعكس التعليم الاسلامي اللي اتعلمه من هو صغير. فاي مسلم يعني اي حد في الخارج يتعرف على المسلم يتعرف عليه من خلال اخلاقه، من خلال معاملته، من خلال سلوكه. طبعا احنا في الازهر الشريف والحمد لله يعني من نعم الله علينا ومن نعم الله على مصر ان جعل الازهر في بين احضان مصر، وجعل الازهر مؤسسه يعني هي موجوده في مصر ولكنها يعني يمتلكها العالم كله، يعني مسلمي ومسيحي جميع العالم بيمتلك الازهر وله في الازهر نصيب. مؤسسة عالمية دايما بقدر الإمكان ان احنا بنحاول نبين ان الإسلام الدين الوسطي، الدين المعتدل، ان احنا بنحاول حتى مع جيل مع انتشار الشبكات الاجتماعية السوشيال ميديا الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وسمارت فون، طب كل هذه الأشياء جعل ان مفيش كنترول او تحكم زي في السابق. الاب والام برضو مع انشغالهم في الحياه يعني وظروفهم والمعيشه والى اخره، ما بقاش في نوع من انواع الرقابه عليهم. الانفتاح الغزو الثقافي والانفتاح برضو على الاخر والى اخره بدون وجود يعني قاعده حقيقيه للتربيه والتعليم في المجتمعات عندنا، ده يمكن تسبب شويه نوع من انواع اختلال الموازين. لصالح طبعا ان بقى في فكر مشوه بيجي للشاب. طبعا احنا بقدر الامكان بنحاول بنبص على المناهج بتاعتنا، المرصد كنوع من كاداره جديده او كجهاز جديد او كمؤسسه الازهر يعني اطلق هذا المرصد لهدف كبير جدا اللي هو يعني هو ولد عملاق بصراحه، يعني توجيهات فضيله اليوم الاكبر
وبالتيسيرات اللي بيقدمها لينا مستشاريه الكرام والمخلصين اللي حواليه. المرصد يعني اي شيء يطلبه بقدر الامكان بيتوفر. تمام. الهدف كبير جدا هو ان احنا زي ما تم اختراق العقول والشباب واثقال الشباب في الفتره الماضيه على السوشيال ميديا ببعض المصطلحات والمفاهيم الخاطئه والمغلوطه، تمام، الازهر سعى بقدر الامكان ان هو ينطلق انطلاقه كبيره في عالم السوشيال ميديا، فانشا مرصده الالكتروني لمكافحه التطرف. استاذتنا وزميلتي الاستاذه منى اتكلمت في ان الفكره بدات، طبعا كانت تجريبيه، افتتحت في 2015 في شهر يونيو في حضور من فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، وفي حضور كوكبه من المفكرين المصريين والمثقفين وضيوف كبيره جدا من ضيوف من الخارج، خارج مصر، من الوطن العربي ومن مختلف دول العالم، وانطلقت الانطلاقه الرسميه للمصر. حققنا فيه يعني نجاحاتنا الموسعه جدا ان احنا بدانا نحلل خطابات المتطرفين. طبعا مع وجود معلش يعني في تساهل شويه من الشباب، يعني في تساهل الحصول على المعلومه، يعني احنا يعني على حد قول احد علمائنا دائما يذكرنا فيقول باننا نعيش عصر المعلومه وليس عصر العلم، يعني او بالفرنسيه يعني عصر الانفورماتيك وليس با لا سيونس. احنا بنعيش الانفورماسيون الانفورميشن اكثر الانفورميشن وليس بعلاء الساينس. فطبعا مع وجود كم كبير جدا من المعلومات اللي طبعا كله موجود على الفضاء الالكتروني على النت، لدرجه ان احنا حتى لما نسافر بره لما حد يجي مثلا يستفسر او يقول والله انت ازهري فاحنا عايزين نعرف مثلا حكم المساله دي، او والله بنسال يعني ده يجوز ولا لا يجوز، طب والله حياتنا يعني الحاجات الاجتماعيه والفكريه والى اخره، والله بس انا قرات يعني غير كده غير كلامك ممكن تبقى دقيقه جدا، ممكن توصل لدرجه ان الفرشه معموله من مش عارف منين ايه، فهل حرام ان انا اسرح يعني حاجه يعني ده المأكولات البسيطه الفرشه ما اعرفش الحذاء ما بيتعمل من ايه الى اخر هذه الاشياء، يعني حاجات غريبه. بس طبعا احنا مطالب ان الانسان ما دام بيفكر انه يوجد فيه فكر، لا يفل الفكره الا الفكره ولا يرحل الحديد الا الحديد، فكر الفكر. الموجه كانت من هنا، فاحنا كنا بنتعجب ان لما حد بيسال ويتكلم ويقول لي لما يسمع بقى الكلام خلاف ما هو قرا او خلاف ما هو اعتقد يقول لك بس انا قرات كلام مغاير لكلامك. طب بس ده اكيد في، انت متاكد من الكلام ده؟ يعني انا مشهور يعني اكيد يعني. طب بقول بس انا دخلت على جوجل مسميه الامام او الشيخ جوجل، فالمعلومه اللي موجوده بغزاره كبيره جدا، المعلومات الموجوده بدون ما يكون في فلتر طبعاً، يعني. طبعا ده هو اللي اثر كبير جدا وهز من الثواب بتاعتنا. فهي دي مشكله انه امانه النقل لازم تكون متوفره، يعني وفقا للفقهاء انه لما مثلا بتسال عن شيء ديني لازم تعرض كل الاراء طبعاً اللي اطرحت في مثل هذه المساله طبعاً، والانسان له مطلق الحريه يختار اي تمام فكره هو عايزها. صحيح. فبالتالي خلينا نتكلم في الفكره الاساسيه انه يعني شئنا ام ابينا في هجمه كده، يعني انا او يعني تحليلي انا الشخصي للموضوع انه هجمه ضد الاسلام والصاق الارهاب بالمسلمين او فكره الاسلام، واعتقد طبعا ده مدبر من يعني الله اعلم مين، الاهداف كتيره يعني اهداف كتيره واللي بيعمل كتير. احنا يهمنا انه الناس توصل لها فكره المطلع الصح واللي بيدور على المعلومه الصح هيعرف انه الاسلام هو دين السماحه ودين الامن والامان واللي بينشر الحب والاخاء للعالم كله، يعني احنا ربنا امرنا بالرحمه حتى للحيوان والجماد. صحيح. مش بس للانسان. صحيح. فبالتالي الافكار المغلوطه والافكار المشوهه والافكار المتصدره لنا والافكار اللي بتنتشر اكتر ما بين الشباب وهم بياخدوها ذريعه علشان يجذبوا الشباب، وفي بعض الاحيان بتدخل لهم مدخل تاني المدخل المادي بيدوهم فلوس علشان يقدروا انه، فالموضوع بعيد تماما عن العقيده. الحاجات الغلط دي هي انتوا بتصلحوها ازاي؟ احنا بنصلحها يعني عن طريق ثلاث وسائل اساسيه، والاستراتيجيات دي او الوسائل دي موجوده في القران الكريم، احنا مش جايبينها من يعني من عندنا، بل هي يعني منهج الهي رباني موجود، دي اللي خلق الانسان وهو الله سبحانه وتعالى. ان احنا اول حاجه في حاجه اسمها التحصين، خلاص في عندنا بستان في بعض النباتات اللي فيه اصيبت، الرصيد ده ان احنا بنعمل له حجر خلاص ده على جنب، بحيث ان احنا نشوف اليه نعالجه ازاي؟ ازاي ديا نخليه يرجع تاني يتعافى ويتاقلم مع المجتمع ويندمج مع المجتمع الى اخر هذه الاشياء، لكن الجزء الاكبر من البستان عندنا ديا محتاج ان احنا نرشه مثلا مبيد او ما شابه ذلك، او حتى يعني ان احنا نحصنه. ايوه. نوع من انواع التحصين، وده موجود في القران الكريم.
اللي هو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا. الأزهر على جميع منابره الإعلامية وعلى لسان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ما من يعني محفل من محافل الدولية، مؤتمر من المؤتمرات يدعي عليه فضيلة الإمام الأكبر أو أحد من المؤسسة الرسمية في الخارج إلا وصرح بهذه الكلمات اللي حضرتك بتقولها. الإسلام ليس هو دي ليس دين عنف، الإسلام ليس دين إرهاب. إذا فعل بعض من ينتسب إلى الإسلام أفعال لا يمكن إرساقها بالإسلام. صحيح. زي ومثله مثل يعني فضيلة الإمام الأكبر كان له خطاب مشهور وخطاب أكثر من رائع في حضور بابا الفاتيكان في مصر. حتى أنا يعني الزيارة كانت معنونة بعنوان جديد جدا يدل على هذه السماحة ويدل على هذا الانفتاح على الآخر. إمام السلام وبابا السلام في مصر السلام. فحينا ربنا بالسلام، احنا كنا بنقولها كده احنا ماشيين كنشيد كشعار لهذا الايه المطلب. فضيلة الامام قال يعني زي ما في بعض من ينتسب الى الاسلام ويؤدي باعمال هي جرائم في حق الانسانيه وفي حق المجتمع وفي حق نفسه. صحيح. هناك من ينتسب الى المسيحيه كذلك ويقوم بهذه الافعال، فلا ينسبها الاخر لا ينسبها الى المسيحيه، ونحن المسلمون كذلك نبرئ المسيحيه منه. لأن جميع الأديان، اليهودية نفس الأمر، إذا كان من بعض من ينتسب إلى اليهودية يقوم ببعض الأفعال المنكرة، بعض الأفعال ضد الإنسانية، بعض الأفعال العنيفة، الجرائم إلى آخره، لا يمكن أن نتهم بحال من الأحوال اليهودية أو غيرها من الإيه؟ من المذاهب حتى الإنسانية أو ما شابه ذلك. لماذا؟ لأن إحنا دائما كما أخبرت كما قلت يعني إن الجانب الذي أصيب بنتركه على جنب لأنه هو الأقل، هؤلاء الأقل يعني هؤلاء إيه هم الأقل، يعني هم بيعملوا نوع من أنواع الإيه يعني الجلبة أو الصوت العالي شوية فأنت بتسمعيه أكثر. لكن أغلب المسلمين 1,600,000 و600 مليون حول العالم، هل 1,600,000,000 حول العالم يعني مسلمين والسنة وشيعة وجميع على اختلاف مذاهب المسلمين حول العالم، هل 1,600,000,000 كلهم هو مشروع ارهابي؟ اكيد لا، يا ارهابي او مشروع ارهابي. لا طب فلازم يكون في نوع من انواع الاشياء ما بين الارهاب لا دين له ولا وطن له. صحيح. استاذه منى عايزه حضرتك تكلميني عن الاليه، يعني دكتور مبارك يعني طرح الفكره وطرح انتوا بتشتغلوا على ايه، لكن اليه التنفيذ ده متابعه كل ما يصدر ضد الاسلام والمسلمين، الاراء المختلفه المتطرفه اللي ممكن تكون موجوده ومكتوبه على الانترنت، متابعه كل ده محتاج جهد جبار ومحتاج عدد كبير من الناس، انتوا يعني بتسيطروا على الموقف ازاي؟ تمام. استاذن بس اكمل بس جزئيه على السؤال اللي فات. هي اصلا الجماعات المتطرفه دي هي اكذوبه، يعني حتى الناس اللي راحوا انضموا يا اما بيحاولوا يهربوا فبيقتلوه، يا اما بيتعاقبوا على حاجات عملوها مثلا هما الجماعات المتطرفه شايفه انها مخالفه فبيقتلوهم برضو، يا اما بيعيشوا عيشه يعني كرهه نفسها يعني. فهم اصلا ناس كتير من اللي بتنضم بيبقوا يعني خلاص عايزين مثلا ينتحروا، عندهم فشل في حياتهم، عندهم ضياع للهويه، مش شايفين اي مستقبل. انتوا رصدتوا الموضوع ده من خلال شغلنا، ده من خلال شغلنا في مناطق مختلفه من العالم. ان هي اصلا الجماعات المتطرفه يعني الدعوه الدينيه اقل جزء هي بتتركز عليه، الجماعات المتطرفه هي الدعوه الدينيه. الدعوه اساسها بتبقى على الانسان نفسه، ان هو مثلا انت فقد الهويه بالظبط، انت فقد الهويه، ضايع مثلا اجتماعيا، شايف ان هو ملوش مستقبل، بيدعوه بالناحيه الماديه، بتحقيق العزه، بان انت تقدر هنا تبقى ليك كيان وليك مجتمع وتحقيق اللي الحكام كلهم ما قدروش يحققوه. يعني الدعوه الدينيه هي اقل تركيز عليها، ومعظم اللي بينضموا للجماعات المتطرفه ده من خلال رصدنا اصلا بيبقى عندهم معلومات دينيه سطحيه، يعني ما عندهمش اصلا تعمق في الدين على اختلاف المستويات، يعني ممكن يكون المستوى التعليمي مثلا جامعي او حتى بعد الجامعي، لكن المعلومات الدينيه عندهم بتبقى سطحيه، ده برضو من خلال رصدنا. ففكره ان الجماعات المتطرفه دي مرتبطه بالدين وان الدعوه دي دينيه دي اصلا اكذوبه، هي اكذوبه وهم بيحاولوا ينشروها. وبالنسبه مثلا للمعلومات اللي على جوجل، يعني دايما الناس بتاخد المعلومات من اول لينكين، يعني انت بتفتحي اول لينكين كده الناس بتاخد اول لينكين، الجماعات المتطرفه بتعرف تشتغل على ده، هي مصدره نفسها في اول لينكين. فانت لو بتدور احنا بنعرف نعمل كده برضو، يعني ان احنا نصدر المعلومات الصحيحه على اول لينكين، ولا ده بيتطلب ايه؟ هو ده بيتطلب طبعا يعني مجهود من جهات مختلفه. احنا اللي علينا بقى، ارجع لسؤال حضرتك، احنا في المرصد يعني الحمد لله احنا يعني فريق بحثي يعني من شباب وبنات كلهم خريجين الازهر على كفاءه عاليه، معظمهم ماجستير او دكتوراه سواء هيئه التدريس او خارج هيئه التدريس. كلنا الحمد لله يعني بنشتغل جوه المرصد وبره المرصد، يعني المتابعه على مدى 24 ساعه على مدى 7 ايام في الاسبوع.
بنشتغل بآلية معينة، أولها الرصد. إحنا بنرصد كل ما يكتب عن الجماعات المتطرفة وكل ما يقال عن الإسلام، وبعد كده في فرق تحليل بتاخد الكلام ده. ده طبعا يتطلب ان انتوا تدخلوا على المواقع بتاعت الناس دي. هي في مواقع ان احنا يعني بناخد يعني قبول ان احنا ندخل عليها، وفي من خلال الرصد العادي، وبعدين التحليل والمتابعه يعني خلتنا نستنتج حاجات كتير جدا. الرد بتاعكم بيبقى على الازهر.org على الويب سايت وعلى الفيسبوك والتويتر زي ما احنا شفناهم الاساسي على مواقعنا اللي هي على البوابه الالكترونيه وعلى الفيسبوك وعلى تويتر. على الجروبات دي في الجروبات بتاعتكم ولا عندكم؟ ده جزء تاني. في شق تاني ان احنا بنرد، ممكن نرد على يعني الاكونتات دي نفسها، او على صحيفه معينه مثلا كانت كاتبه حاجه معينه، فممكن نراسل الصحيفه دي باللغه بتاعتها. وفي حاجه تانية ان احنا بيجي لنا ساعات كتير انبوكس، فبرضه الانبوكس دوت مش بيتنشر بس بترد عليه، وبيبقى فيه حوار كبير يعني. هل في جدال رايح جاي؟ طبعا طبعا في جدال، وانتوا اصلا يعني احنا مش يعني هم مش معترفين بينا، احنا بالنسبه لهم اصلا برضه كفار يعني. هو الدعوه الدينيه دي في شق تاني يعني الى جانب التطرف والارهاب. هي النغمه اللي برضه بقيت اشوفها دلوقتي على الانترنت اللي هو استغفر الله يا رب الالحاد تمام والدين، دي برضه افكار برضه ناس مريضه يعني عندها خلل ما. فانا بشوف انه المجتمعات بتخترق بافكار بتهدم فيها، سواء الارهاب والتطرف وجذب الشباب لسكه الارهاب والتطرف بسبب يعني ضعف الفقر او يعني الخلل النفسي، بتقبلهم كمان من اللا دين ولا اخلاقيات. تمام. فده جزء تاني. انا اشكر حضرتك جدا على الفكره دي، لان هي فعلا يعني فعلا بتثبت ان هي الجماعات المتطرفه دي مش بتقول بالدين وان الاسلام مش دين ارهاب ولا اي حاجه. هما الهدف منهم يعني ان هما ينشروا الضياع كده، الضلال يعني. الالحاد بالنسبه لهم كويس يعني، لو حد ملحد بالنسبه لهم فده سهل جدا ان هم يتعاملوا معاه، عن ان يبقى حد مسلم فاهم دينه وعارف ان الاسلام يعني دين وسطي، وان هو بعيد كل البعد عن الارهاب، وان هو دين انسانيه يعني مش دين مقفول على نفسه يعني. هم كمان مش بس بيقولوا ان الاسلام يعني لاهل الاسلام بس، لا، ده هو اللي بيخالف فكرتهم او اللي بيخالف مذهبهم بالنسبه لهم كده يعني. عموم المسلمين بالنسبه لهم اصلا كفار. وهما زي ما قلت لحضرتك يعني هما مش اصحاب اصلا فكره دينيه يعني، هما مش اصحاب عقيده ثابته بيحاربوا من اجلها. هما ليهم يعني مصالح تانية، ليهم اغراض ممكن تكون ماليه، ممكن تكون على مستوى اعلى من كده، لكن في الاخر هي مش فكره دينيه. لكن اللي بيقع في الشباك دي، وده اللي يهمنا، الشباب او الكبار اللي معرفتهم بالدين ضعيفه، فهم بيروحوا لهم من باب ان هو ده الدين الحق. هو ده يعني دول اكتر ناس يهمنا ان الفكره دي ما تنتشرش عندهم، ان هم فعلا يعني زي ما قال الدكتور مبارك ان احنا نحصنهم بالافكار الصحيحه بالاسلام الصحيح. وعشان كده احنا على طول بنشتغل على الرد على الشبهات بالعربي وبكل اللغات، وعندنا وسائل التواصل سواء بالتليفون داخل مصر او دلوقتي بالفيسبوك وبالتويتر. احنا نزلنا كل وبننزل فعلا ميدانيا للشباب. اشكركم ان انتوا نزلتوا. دي مساهمه كبيره جدا، لان احنا بنعاني هناك من عدم الانتشار الاعلامي بصراحه شديده جدا من خلال البحث والمتابعه والرصد اللي بتبثه التنظيمات المتطرفه والارهابيه، سواء كان ليها اغراض او تحقيق اجندات في العالم العربي او الاسلامي او حتى على المستوى العالمي. هم بيصرف عليهم جامد جدا في مجال الميديا. يعني هو بيعمل لك يعني بيبيع لك الوهم. صح. الميديا هو بيأثر فيه على عقول الشباب، بيبتكر وبيتطور وبيعرف يعني ايه، يعني ياخد مسالك كبيره جدا يلف ويدور عشان يقع الشاب بفريسه. لا سيما زي ما قلت لحضرتك انه هو يعني الشاب نفسه زي ما قالت بنت منى ان هو ممكن تكون معلوماته الدينيه بسيطه او ضعيفه. طبعا ارجع لموضوع الالحاد، يعني اغلب يعني من يقول استغفر الله العظيم زي ما حضرتك قلتي هو يعني بيتبع على سبيل الموضه. زي موضوع التنظيمات الارهابيه المتطرفه، في بعض الشباب اللي يعني تم رصد حالتهم، وبعض الشابات الفتيات يعني اللي راحوا التحقوا بالتنظيمات دي في سوريا وفي العراق، لا لشيء الا لانه دي موضه ونجربها جديده، يعني حاجه جديده ظهرت واحنا رايحين نجرب الحاجات دي. ليه؟ هو مش فقير ولا هو جاهل، يعني المستوى التعليمي بتاعه عالي جدا، ده خريج جامعه اوروبيه او جامعه في امريكا او الى اخره، المستوى التعليمي عالي جدا، وفي نفس الوقت بيشغل منصب كويس، وفي نفس الوقت هو يعني المستوى الاجتماعي بتاعه كبير جدا، يعني يعتبر من الطبقات العليا للمجتمع. لازم يروح هناك بس عشان اجرب التجربه، انا عاوز عجبتني بقى كلمه الخلافه الاسلاميه والدوله الاسلاميه والوعود الزائفه، وان انت هتبقى بطل وان انت هتبقي بطله وان انت هتعملي ما اعرفش ايه الى اخره، فراح التحق. نفس الامر هنا حتى في بعض في مصر او في الدول العالم العربي، يعني بعض الناس انه بيدخل والله انا بفكر يعني افكر له شويه، اقرا له شويه على الفيسبوك ولا اقرا له شويه على التويتر ولا بتاع ديه،
يعني تويتاية كده ولا قرر يبقى زعيم يعني. لا دلوقتي خلاص انا ملحد دلوقتي خلاص بقى. فطبعا احنا ده بنصنفه يعني في الحاد بقى، لا يعني في الحاد اكاديمي، في الحاد اللي هو النظريه نفسها بتنطبق عليه، في بعض الناس يعني زي ما قلت لك هو بيروح ويجي، هو مذبذب الفكر، وده اللي احنا يعني ده بنحطه في الفئه يعني محتمل محتمل ان هو ممكن ينقلب الى يا اما جانب متطرف، لان حتى الالحاد هو جانب متطرف طبعا. يعني فاهم حضرتك احنا عندنا الانسان لابد ان يكون سوي، لا يمين ولا شمال، لا افراط ولا تفريط، لا تهويل ولا تهويل. الانسان السوي هو انسان صالح للمجتمع بيؤدي ويخدم وطنه تمام، انسان بيحقق السلم الداخلي والسلم الخارجي سواء كان جميع الاديان تدعو لها يعني سواء على راسهم طبعا. وانا اعتقد ان هي دي الفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها طبعا، فطره سويه كده هو متطرف فطر الناس عليها صحيح. احنا بنحب لا يمين يعني لا نحب ان هو يمين يا لا يمين ولا شمال، احنا عاوزينه انسان صالح بيخدم نفسه يخدم مجتمع يخدم دين يخدم وطن، ده الانسان اللي هو صح. الانسان السوي الروشته السليمه لاي حد. تمام دكتور مبارك واستاذ منى احنا نشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وربنا يوفقكم باذن الله. ربنا يحفظك يا رب. شكرا لحضرتك نورتونا. نطلع لفاصل ونرجع مع حضراتكم واخر فقراتنا النهارده في مصر جميل.